رمضان 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 رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان الله ومدين. أيها الأخوة والأخوات، تكبرات شنات وردات شوية أفريكا تي بي بروغرام تكاتيوش بيال الله شبات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، لله مسكنا يقبو إنه الله سبحانه وتعالى لزيه لرمضان لتكبر ور لرحمة ور الله سبحانه وتعالى درسا الله ننام كنال إن شاء الله بزاري بروغرامات شن مجالس رمضانية كرمضان قاري تهازو مسرتاوي النابت أم أسفل ጉዳዮቹ ምን እንዳስበት ፕሮግራም እነሆ ጀምረናል። ኢንሻአላህ በዛሬው ፕሮግራማችን ወቅታዊ የሆኑ ረመዳን መግቢያ ላይ በጣም ወሳኝ የሚያስፈልጉ መልእክቶችን ኢንሻአላህ ምን እንዳስበት ይሆናል። እንግዳችን ሼክ ጀማል አቡ ራፊዕ በመስመር ላይ በስካይፕ ይገኛሉ ኢንሻአላህ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሼክ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ማሻአላህ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን ደዚህ ለረመዳን الله بسلامة درسا. آمين وإياكم إيانا وإياكم علينا وعليكم. كان درسا وكان أبرو درسا. جزاكم الله خير. ما شاء الله شيخ جمال ياو بركاته برنامج تعلو بأفان أورومو من جدي. زاري دقمو بأمارنجا إن شاء الله رمضان مقبي علي. ولتنيا وكال الله هوننا من الجنيو. بزاري برنامجنا من جدي إن شاء الله من ملكته والله سبحانه وتعالى فكاد. رمضان مقبي كان عطوش لي. عند مسلم يتبك بتن مسرتاوي قدائنا كذا وسط انقديه لزيه لرمضان ور مدرساتشن تلك نعمان وسقانا ونا من البات كذا قار ايايزو مقبي علي عندما نشا حساب ميانا سول لنكال ان شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. سلام عليكم. ودي تمال قاشو تشاكين إنا عالم زوريا يالو مسلمون دموشينا إهتوش سبحان الله سبحانه وتعالى برحمته بإذنته الذي لتكبره تقدس شهر رمضان ولكن بنفوت بابك سنت بكو برو شهر رمضان كان الله بسلام بكينا ادرساتيه ابو الرسول صلى الله عليه وسلم رد اللون الحمد لله وسنا وانتم بخير نسال الله لنا من القائمين المقبولين فيه الله سبحانه وتعالى دوست سميتكم صلاة سجدوا بدعاء بذكر بعبادة موليلتون بمصار كانون دمو يكون الناس راعون بموالات بإخلاص بمصوم كم متكموت الله نيانم تملقاشو تشاكينم الله مسلم عبر سباكين اندي ادرك ينيا دعانو ان لمن والن ودا عرستاكين سنقبا رمضان تلك انقدانو رمضان بمسلم وجه لبيوست تلك بوتا يادلو تلك نغرنو تلك استثنو تقا نغرأي تلم لرمضان بزوز جيتو تياسل لغالو رمضان انود دوالن همينم بلاي مالتو نافق والن تبتو تلك عبادة ورنو انا بدستانو مقبل يالبن رمضان بممتاز اللي قواني ودري لله واندوم اللي كنتنش يدسكا مسلم وما يدسكال بطلا يايو منغدو چي دسكاكيوني غلطالو إيهي تلك نغرنو هزباكين است إيمان منور عبادة يميود مهونو يراسون دين أركان الإسلام أتبقو يازي مهونونينا يدين هزب أنا ثانية حزب مسلم حزب مناكين الدنيا ساينو الحمد لله. ليلة دمو إثلا يو
جزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين. قديه رمضان الله سبحانه وتعالى بزيه نيتا تينام ما هونن سوچ انقدي بركاتوچ تمنيتو تال ايهن رمضان ور مدرسم نقر قنياو التوفقوم اني بتعام ايهن النعمة برقت عبزانيو تشاچن التردانم ايهن رمضان مدرساتشنن مالتنو عندك الله لندو بكا جيزي عمدتاو نقر خونو ويم ناتشورال ويم تفطراوي نقر خونو انديو يدرس نبت يمسلنا لنا عند جيزي طلحة يهون من أجرن قصة على يهون ولد سويش كعند جوسا عندو كدمو شهيد هونه يهون تورنة لا شهيد هونه عندنا ودقمو كأمت بحالة ويم أمت وما جرش علي شهيد هونه إلى كصحابه وجوستنا كذابو حالا الله سبحانه وتعالى بهلم ويم بمنام أسايننا نزيه ولدتو عندنا زغيتو يموتو سويه قدمو انغدي شهيد يونا الله بالله منجل لا يتسوى الله بحالا لا يدغمو كامت بحالا اندزيحو بالله منجل لا يتسوى ولت ولت سوشو ولتوم شهيد ناتشو انغدي مچرشا لا يتسواو سويه قدمو جنت غبا كذا بحالا هي نغر بتام غرمنينا طوات لك سنغا ود النبي عليه الصلاه والسلام بمهيد يهن انقصا ويم يهن تاريخ نغركواچو يلالنا نبي صلى الله عليه وسلم أليس قد سام بعده رمضان عندك الصوب هالا هي مجمرة وشهيد كهونة بهالا السوسة عند رمضان الصومنم كذاب هالا مسلا 6000 ركعة وده 6000 مدرس ركعة وتشن صلاة على سجدة منه يعني كالصوب هالا عندي هلا ذا الرقم عندي ملا ذا الرقم عندي صلاة ذا الرقم إيه تبى بركاته يهونو ملكام سراو تشون كالصوب هالا قويتو يسرع النجاروش زر الزرو مالت النبي عليه الصلاة والسلام إيهين قدي رمضان مزقوم من يأكل كدمو جنة دنجبام يا رجال بركاته ملكام سراو تش علون مالتنا لشان ماري رمضان مد أمالت إنك الله لميتاي نجار الرقم صلاة وتشن أدمياتشن وست قويت هذا الجولن الله سبحانه وتعالى بركاته صلاة وتشن مسجد بركاته سبحان الله الحمد لله الله أكبر ذكروتشن مالتاتشن إيه كلال إنك كلال ميكوتر نجار هذا لمنو من البات كذي قارا يعيزو عند مسلم إهن النعمة بمملكونه مع السبع اللبت ميلون استي بيداس سولن بارك الله فيكم جزاكم الله خير الجزاء بتأم وصاني نتب نو يعني استاتوت إدمي جزء وجدت لك بوتا يا لونا بتأم تكمي حياته نوره وراسه هيوته جزء نوم نا لنتكم باشوا ربعات لنتكم باشوا فائدة لايتك ملاي لنا ولا شيء جبو يا الله سبحانه وتعالى سيكو تانو مانو ايدمي مانو بيدمي منور اندو خه ودا اخرا خه دي بالا ليلو يتوسنو قناتم كان بوالا اعطاتم كان مقويت بيزول يونت الله بيدمي مسلم صغا نو هنا امنا كبيزو سوچ غار نو يقوملو بعبادام با دينم كنيا يبلطو كنيا تنكر يالو زندروغني يللونا ود اخره دار الاخره يتوصل بالصلاه برحمتنا بمغفره انت رحمتين ديال الجلتون الاولاد ان ادميت لك نغر نو بيزيت لك نغر نو قولي بمبت مسلم بتقبل ان يقال لنا الله سبحانه وتعالى حتى يصل الله تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يصل عن أربع عن عمره فيما أفنى من عندك بس يجندن دون أمر ورسم كان ساعتين هذه كم ساعة كان أي قال ملسنا استطاع لبس ما بس نا أمر ملو نام الله سلام تينا إدميس رمضان مدرسة اللي تجاره اللي كنيمانه ولا في الدرجات هلوم صلى الله ليا مسجني قبل لتكامي بتي قبل ام فرصه يتل الله يا مشكلين بدن بيادرجن لنغلغل بتي قبل ما ان
رمضان سمت من دين نوم متفلدو عندو تهني آنو زي نوم متجمرو تهني آمالت سول سو يدستا مخلجا يملوتين إنكوان درساتو إنكوان الله حد إنكوان الله حد نهي ميقبالو بطاهم فلقاقي نظر نوم رمضان تلك نعمة تلك رقدات مناسبة عندما هو نومتان أوجد دست اللو كتبت دمو دست توني جلالة مالا نبياتين صلى الله عليه وسلم أبو هريرة بزجبوت حديث عند أحمد ونسائي إمام أحمد إنا نسائي زندي بترقب وفيرا بابو حديث يو صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم رمضان وكان سمتا أبو جاكون دستا مالجا يا سلام الله تعالى فكان يقول أتاكم رمضان شهر مبارك النبي صلى الله عليه وسلم صحابه إلى رمضان رمضان سبعة يوم وكان وين رمضان مغبات عندي كتراو جزيك بابي دباب متى إكملك تنو يندس صحابه ماتت رمضان رمضان ماتول لك شهر بركه بركه يبركه شهر يبركه ور ببركه بخير يتمول الله ماتت الله ان كنت سال ان كنت الله ادرسن عندما هزيا يزين رمضان بمقتل تفتح فيه أبواب السماء السماء بري مكفت بل إلى رواية دمو إن مات أبت هلن نسائي ابن ماتحنا ابن حبان تفتح فيه أبواب هنا جنة بروج السماء بروج مكفت تغلق فيه أبواب جهنم بروج مزبط ورق يمت الله جهو وتولوا فيه مرض الشياطين شيطان نمو يمتسر ورنو لله فيه ليلة خير من ألف شهر الله سبحانه وتعالى فزه ورود إلى الله عند ليلة التي كا شي وراتي المتبال قالوا نبيات ليلة القدر المتبال رشوته أسر عشر الأواخر وصفت لك الزيان فأوت إيتا قاماش عشر الأواخر إيتا قاماش فيا عند صوت فيا عمد فيا سبات تياز فنزي وصفت هناك ليلة القدر يما وصنيا يتو يتخبرك لك قرآن مورد إيه مربات مال فليلة آية الله سبحانه وتعالى ببركة يتملك مبارك إن هذا الحديث قتلوا فيه لله فيه ليلة خير من ألف ها شيه وراثي من تبل لليل قال إزا وفي الله إزا وفي عدد ركات مصول من حكمها فقد حكم الخير ثانيا على غني سو فيا يا مال تشوتو الصواب عباده رمضان عباده بمقوم هي او مدرسه على غيره هي الدليل يال تتكم بيونس خسرو يزو خير قبل نو يا لوت نبي الله صلى الله عليه وسلم هي رياح ناجي الذي توجي بتا مرجع لله وقوته يقبل ايه امكان درسن امكان درسن الله نجر ايدنا كنا نواصل لكننا بيتسبوه جاتنغا بدأجل جاتنغا يمني تواو مسلم واندم هيتو جغام يتواو هي دسيطة مدرجة بسلكم يفلقا شالا با انترنتين بطلا يرو سوشال ميديا وجي بطلا اخال بطلا يسوقا من الوالدين نبدأ من الوالدين باكا يدوب مزير
الأبطات إنا كن أنقلت ونقلت بسم الله دين ومسكنا هي أمد رجال لكن تلك وانجمون تلك إيه جده وجدته حياته كل يكلو بزبط زي مروب هي تانية من دينه باب من أبواب صلة الرحم إنجاني ما قد عنده رنجاح في نفسه إلا وروك يعلو إلا أغر يعلو بسلك سوشيال ميديا با يتلاه تكنولوجي با متونا كوميونيكيت ما بتقول متشالو هول يتتواو يتتاسا مرجاسو يرمضان دي ماسترات تعلمين معلومات الله نعم جزاكم الله خيرا انقديه او انكوانا درسات شما بابالم بتلايانات كوانكوا بتلايانات ملكو هي عند مسلم لعند مسلم ولو عندمو لأهتو لوي لزمدو تشوم لقو عدنيو تشوم عبروه لعلهم انديهم داق مروك لعلهم سو ميا السالفو ملكتنا وليلاو انقديه عند مؤمن نبيو عليه الصلاة والسلام اندالوت عند صوامي سو ولت دستاو تشعلو تلالو انقديه برمضان استنو النزي نقراتو تشمي سوى السبوت عندنياو لك سيافة ارسيل الله سبحانه وتعالى كسو مفلقون عبادة صومو ويندمو ولوبت كذاب ولا سيافتر الله يكبلن يالبميل تصفى ليلا دستا ينوروان ليلا وتجمعريو دستا دقمو كالله غار سيقنان ينو انجدي عجرون من داون سيكبل ميدستا ودستانو يعني انجدي بهيوتو بمولو سيسراتشو ينبرو وين بير امتو رمضان دزي بزي ملكو صومو كذاب وحالا ያንጊዜ ሚያገኘው ደስታ ነው የትኛውም ደስታ የማይወዳደረው ደስታ ማለት ነው ያን የትኛውም ውስጣዊ ደስታ ስሜት እኩል የማይሆነው በጣም ትልቅ የሆነ ደስታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ በቁርአን ውስጥ እንደሚለው ኩሉ ወሽረቡ ሃኒአን ቢማ አስለፍቱም ፊል አያሚል ኻሊያ ያንጊዜ ሰብር አድርጋችሁ ለኔ ብላችሁ ጾምን ረሃቡን ጥሙን ሁሉን ነገር ታክሳችሁ ያለፋችሁ ዛሬ ላይ ይሄው እነሆ ብሉ ጠጡ ደስ ይበላችሁ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጀነት ቃል የገባላቸውን ጀነት ሲያስገባቸው ትልቁን ምንዳ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲያገኙ ከአላህ ጋር ሲገናኙ ሚደሰቱ ደስታ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁለቱንም ደስታ የሚያገኙ አላህ ያድርገንና ጾመኞችን በራሱ አንደበት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትልቅ ክብር ነው የሰጣቸው ትልቅ ቦታ ነው የሰጣቸው ኢቭን ከውስጡ የሚወጣው ምግብ ሳይበላ የቆየበት የአፉ ጠረን ሽታ እንኳ ከሚስክ በላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ በጣም ደስ የሚል ሽታ እንዳለው ይሄ ነብዩም አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በረካታ ቦታዎች ላይ ስለ ጾመኛም በተመለከተ የገለጹበት በረካታ ሐዲሶች አሉና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን የጾምን ትሩፋትን የሚያገኙ ጾም ውስጥ ደግሞ ባሳለፉትም መልካም ስራዎችም ሚደሰቱ አላህ ያድርገንና ሚቀበላቸው አላህ ያድርገንና ምናልባት እንደው እንደመጀመሪያም ቢሆን የትላዩ ፕላን ያስፈልገናል አይደል ኡስታዝ ጀማል እንግዲህ አንድ ሰው የሆነ ነገር ሲሰራ ንግድም ሲጀምር እኮ የራሱ የሆነ እንትኖችን ያስቀምጣልና እንደው ምናልባት ለዚህ ረመዳን እስከመጨረሻው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚጠቀሙበት ያድርገንና እንዴት ነው ፕላን አውጥተን ወይም ደግሞ እቅድ አውጥተን ተጠቃሚዎች ልንሆን የምንችልበት بارك الله فيك ثاني نتب انا سهو ምናን ሆነ ረመዳን መጀመሪያው አካባቢ ያለነው ጅምር ላይ ነን እና ጅምር ላይ ደግሞ ሁሉም ነገር አስመር ማያዝ አለበት ከጅማሬው ማለት ነው ከእናት ሲጀምሩ መስመር መያዝ አለበት ፕላን መያዝ አለበት ላይ ጊዜያችንን አስተካክለን ጥቂት ፕሮግራም አውጥተን እቅድ ማለት ነው የዒባዳ እቅድ በሰለጠነ ነገር ነው የሚመራ ፕላን ነው የሚመራ እኛ ደግሞ ጊዜያችንን ሸንሽነን ተካፍለን በተለይ በቁርአን ላይ በቁርአን ቅጣት ላይ በዒልም ላይ
بدعوة لاي جياتين أفضل سنترج الزقايتين هو إن أهل إقرار اللون الذي هني أهل دقيقة وإنما هني أهل ما تعالى إندزا وأن كيكالي صلاة كيكالي صلاة وقبلين فمستوى شاكل لاي program salatoci yaw indallu nacho bidum raw insagda amis salat ma insagda le he kita wana kita la qur'an lay qur'an lay betalay yut gen ziyachin raja asiz batamu ani astagari hune halat gatman bastakar يمكن يتغبر فلان ما يازلنا اكد موتاتنا ما تغبر دمو ليلة زنبلن فلان بزو اكدو تيزن بزو نغرو تيفن ازدغاي سيد بسيرا خالي تربو يلو ما مجرد امنيا نيوت بيچا هنو يترا اندازا پروگرام آوتي تن لأي قرآن بمقرات لائي ازا پروگرام تيتالي بي هي رمضان وقت بتام ودي مهونون لني كنا زبي كبال كنا كريا غني سودا موي تكمل بتال بلاش ايا درتو هي كبال بتال يا خبر بال جن مياو قال ما ده اهو دي كيزه بروجرام نا اكتو تشاي بتو يم ايو نا بي صلى الله عليه وسلم هم يا مريم رمضان ليلت بلونه كاسما عندنيو اي ما جمريو اي مغديو على ليلت رمضان صاحب هم يا ابي هريره رضي الله عنه حديث نو ابن منا ابن حب كان يتمزقبه اذا كانت اول ليله من رمضان تملكتون دي يا مجمريو على ليلت اي بروجرام كده نو مالك انترج نو مالك يا ملك يا مجمريوا عندنيوا مغبيوا لديتكو فتحت ابواب الجنه يا جنات بروج يكفتا فلم يقول ابا عند بر اي زغا مالو يا جنات صلى الله عليه وسلم وغلقت ابواب النار بقدمه يا احمد ان اي حديث أبواب الجحيم قالوا هي أبواب النار اختلاف وقول لك أبواب النار فلم يفتح من أبواب يا إساء بروج جهنم بروج إذا قالوا أن كفت عنده ما يكفت أي كفت الله أكبر وفي ذلك مرض السياتي يتأكيد تأثر له يه عدوي هنا يتأكيد شيطان من جنو من النتورة ما قال لكم إلى جلة طلع كان لي آدم اللي جودا جهنم جهنم ما قدول يا درجة شو ثات كوي إن الشيطان لب ما دون فتخذوا كروه لا ثات شنو ثات شو ما يوكو لكلا طلع የሚደረገው እነት ከጠላት ጋር ነው መካከል እጅ አለመስጠት ይሁ መሆኑን ይወቁ አታድርጉ ነው ያለ ጠላት አድርጋችሁ ያው ፈታ እና ይሄ ይታሰራል ማለት አልሐምዱሊላህ ረብል አልሐምዱሊላህ ብዙ ቁርሳዎች እድሎ ሲኖር ጀነት ጀነት ይጎርፋል ማለት ትርጉ مسلمو برسب توبة تدركو أمامهم تكاكلو قتلو حربات إراقهم ودى دين تلسو لبونا تكاكلو ودى توبة ودى دين ودى عباد جنة بر مصبت توج برزات ودى جنة غرفة جهنم بر مزقات جهنم اتلين عيد لكي حظوا يسوا ادل وينم اصايت مدبو
يتقبل ملك وينما ينور ملك نزي سوى لو وقمته كما سجبات تسير على عبادة على دعوة على قرآن تلاوة خير لتبقى أعمال الصالح بدن بما تقاطع اللبن بسيرة بمجرد سايون مريت لايت بمل نغر بسيرة يو قوم يصوم نو الحمد لله مسلم هنا يمي بلاي نتا يم اي صوم اي نور ليلو تشراو تشينال تام بلاغي هون درين صومين ابو يم هيتو يصوم ني مي اسات يقولن درجه كف يم يادرغو مي اموال نا مجرد صوم صوم بيتا ليلا منو خير ابرن خال سران بزي رمضان ترجمة نا بزيو حديث وسط النبي صلى الله عليه وسلم قالوا رمضان تكفات نعمة درجة وينادي مناد يا باغي الخير عقب سري يم يستلال عند يم يستغاب سري يترى لا خير فلاغي برد تزي يتينال هانا سترا لو انتنو الدلنيان لو يتارا الملات يتارا مؤلف ويا باغي الشر اكثر يكفو سو الجنسب تستكاكل او قدر قم بلي راسين اسف راسين اسف الى الهتر الله زند سبحانه وتعالى المسلم ما مثل هذا إشارة نماله إشارة نماله لله يتقى من النار سبحانه وتعالى كذا كم جمعية وليل إسرائيل من وقتها كجهنم نزل من وقتها كذا من إسرائيل من وقتها وبزو واروت يتساساتو من قد يساساتو إيراكو دينو كعبادة ودهالا يا فقفقو الله سبحانه وتعالى مغفرة إسات أجبال خايسات نزع يوت أجبال ما إسات أجبال تفات أجبال جهنم مغبات ينبر أباجبال الله بكم يكفتا إهرت إسات أجبال وذلك كل ليل ينسان في رمضان الليل بزي خيري بزي ستوتا يتحدثنا لذي ما جمر علي نو هي كله يا بتي جي وسنو يا نو الحمد لله اني ما نو انا اتاچن انت اوتتن تغطيت بلان ادرجن اكي بيز يندان دون دكي يندان دون صار ابيت تنستن مسجد اسكني در جلس ابراهيم كامس توست ات دكي اوت ذكر يتنا نستلو لنتكامي بتي جبال بزود موي رمضان انكفاتو وين مي رمضان بيوت بلو لما يتقطعوا بزو لنريك اچو لنتنك اچو دي اچني ني مي اباكنو نغتي دموا نسوركي ان شاء الله تعالى منا يو هنا ان شاء الله جزاكم الله خيرا. الله سبحانه وتعالى انقدي رمضان خير نفحات يا ملكام هلو اير من نفسون الله سبحانه وتعالى مقدس والله ادرجن بزيه بعباده مالت برمضان عباده وتشست طاعه وست بتام بدستا مياسالفو وندموچن اهتوچ بتام تلك صقا وست نعيمه وست ناتشونا الله سبحانه وتعالى دقمن دقاقمن ودسون دن ملس مفل قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نسوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم إيالة ودى توبان ميتران الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى لليتنم كانونم أجون زرقتو ودني تملسو استي ودني ملس مفل قم إيالة يتارى لنا بزي رمضان استم دقمو بركات تايهونو باروتشون كأسات ناس أهم يا وطابت كدم مسيل يتكسولن حديثو جستم
ያው ሰምተናል። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሚጠቀሙበት አላህ ያድርገንና አሁን ረመዳን መጀመሪያ ላይ ነው ያለነው። በዚሁ በነሻጣ እንደጀመርንም ደግሞ በነሻጣ በጠንካራ ወኔ የሚጨርሱ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያድርገን። ዒባዳችንን አላህ ይቀበለን። ሼክ ጀማል ኢንሻአላህ ምናልባት በሌላ ፕሮግራም እንገናኝ ይሆናል። የዛሬው ፕሮግራማችንን በዚሁ እናጠናቅቃለን ከሰዓት አንፃር። ጀዛኩሙላሁ ኸይራን። አላህ ይባርክ ፊኩም። ያው ሌላው ለማስታወስ የፈለግኩት ምክንያት ኸላለ ደቂቃ በትልቅ ኒዕማ ውስጥ ነው። ባለፈው አመት በዚህ በኮቪድ ኮሮና በሽታ ብዙ የዒባዳ እንቅፋቶች ብዙ በሚያሳዝን ሁኔታ በእድሜ ልካችን ወይም በአባቶች አያቶች ተሰምቶ በማይታወቅ ሁኔታ ያለፉት ሁለት አመታት በተለይ አቻ አምናውን መስጂድ ሳይሄድ ቤታችን አዛን ብቻ ለምትን እያለቀ እንደው አላህ እድሜ ሰጥቶን አንድ ቀን ተራዊህ እንሰግድ መስጂድ ዘን ቆማል ብለን ይናፈቀንና አላሁ አክበር ዳግም እንገናኛለን ብለን ያለ በጣም ነው ያሳልፍ ነው። አምን ቢሆን በተወሰ ብዙ እንቅፋቶች ነበሩ። እዚህ በወቅት ምክንያት አልሐምዱሊላህ አላህ እድሜ ያ ሁሉ ከዛ ሁሉ መከራ ወጥተን ከዛ ሁሉ ችግር ተገልግለን መስጂዳችን ሰፋችንን አስተካክለን እንደዚህ ስንሰግድ ትልቅ ቢያንስ ይሄን ማሰብ ማስታ መቻል አለ። ስንት ፈተና አልፈን እዚህ ልናስታውስ ይገባል። በቁጭ የረመዳን ጊዜያችንን አንዷም ላሽ ጠፍታል። አንዳንድ አንድ ጊዜ እየቀራ ሌላ ጊዜ መንገድ ስንሄድ ቁርአን በመኪናችን ውስጥ እያዘም በሞባይላችን ውስጥ እያዘም ወይ ቁርአን እንቅራ ወይ ቁርአን እናዳምት ወይ ዝክ እናዳምት ወረፍ ኸይር እንድናገር በዚህ ካካፍለን ጊዜያችንን በኸይር ብቻ ማሙላት አለብን። አቅጣችንን አላህ አልፎ ጦርነቱም አልፎ ረሃቡን ድርቁን አልፎ በሌላ በሰላም በእድገት በደስታ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንዲያስተካክልልን እንለምነዋለን። ጀዛኩሙላሁ ኸይራን። ወያኩም ኢንሻአላህ። ኢዘን ክብራትና ክብራን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የአፍሪካ ቲቪ ፕሮግራም ተከታታዮች ይህ መጃሊስ ረመዳንያ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። የዛሬው ፕሮግራማችን እንግዲህ በዚሁ እናጠናቅቃለን። በሌሎች ፕሮግራሞች ከሌሎች ቀሪ አፍሪካ ቲቪ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ ይያልን። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ረመዳኑን የዒባዳ የመልካም ስራዎች የዱዓ የእስትግፋር የተውባ ወር ያድርግልን። አላህ ይቀበለን። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩልን። هذا والله اعلم وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رمضان.